الأوضاع بين قبائل الآزاواد والحكومة في مالي تتجه نحو مزيد من التعقيد، وفي ظل استمرار الأجواء المشحونة تتصاعد المخاوف من هبوب رياح الانفصال من جديد، وسط دعوات لصون اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الأطراف بوساطة جزائرية باعتباره إحدى ركائز الاستقرار، وأنهى حربا طاحنة بين الحكومة والقبائل التي أعلنت انفصالا أحادي الجانب في 6 أبريل سنة 2012، غير أن بنودا عديدة ما تزال جامدة في الاتفاق الذي وقع في الجزائر قبل 8 سنوات. ويدعو الاتفاق أساسا إلى ضمان العدالة التنموية ما بين أقاليم مالي ودمج القوات المسلحة لقبائل الأزواد في مؤسسة الجيش والتزام الأطراف كافة بمكافحة الإرهاب. وتتهم الأزواد المجلس العسكري الحاكم بالافتقار للإرادة اللازمة لتطبيق المصالحة على أرض الواقع، وهددت في شهر يناير الماضي بالانسحاب من الاتفاق، متهمة المجلس بالسعي لبسط السيطرة بالقوة على كافة ربوع الوطن بما في ذلك مدينة كيدال معقل الأزواد. وفي أحدث التطورات، أحيت الحركة الوطنية لتحرير آزواد ذكرى إعلان الاستقلال في إشارة قرأها متتبعون بأنها تهديد مباشر للمجلس العسكري الحاكم بالانفصال. ويفتح التوتر الحاصل في الإقليم الذي يقع في قلب منطقة الساحل الأفريقي على جحيم الإرهاب الذي بات يستشري في البلاد مستفيدا من الفراغ الأمني الحاصل، لأسباب أبرزها غياب الثقة بين الآزواد والمجلس العسكري وخروج القوات الفرنسية من مالي. وتشدد الجزائر ومن ورائها المجتمع الدولي على ضرورة إنقاذ اتفاق السلم والمصالحة وإبراز ضمانات متبادلة خشية تحول مالي إلى بؤرة للتوتر قد تفاقم من النشاط الإرهابي في منطقة الساحل وما قد ينجم عنه من أزمات عابرة للحدود كتهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.